ياه، الحمد لله زوغنا منهم. انا ماليش في لف المولات ده ابدا. مين سمعك يا باشا؟ والله الموضوع تقيل جدا على قلبي، بس بالنسبه للستات هم عايشين احسن لحظات حياتهم دلوقتي. خلاص يا سيدي، خليهم هم يعيشوا اجمل لحظات حياتهم في اللف على المحلات على ما نخلص مشوارنا. وقابل بقى الفواتير يا باشا. يا سلام، طب ما انت كمان حضر نفسك. والله وانا ورايا غيرهم يا باشا، هم منفضين لي اول باول. عارف يا حسام، احنا احلى حاجه عملناها ان احنا عرفنا مراتاتنا على بعض. الحمد لله يا باشا، المهم انك تبقى مبسوط، دي اهم حاجه عندي. الحمد لله انا مبسوط. خليهم هم يلفوا على المحلات زي ما هم عايزين، واحنا بقى نفوق لمشاكل شغلنا. نفوق ازاي يا باشا؟ هو احنا بنفوق من شغلنا ابدا؟ احنا نايمين صاحيين بره الشغل، جوه الشغل، بره في اي حته، ما بنفكرش غير في شغلنا. ربنا يعيننا على اللي احنا فيه. اه والله يا حسام عندك حق. يلا الحمد لله. على فكره انا جات لي معلومات جديده من القياده العليا. معلومات ايه يا باشا؟ اسم شخصيه مهمه جدا في البلد بيتردد انها الجاد فازر بتاع المخدرات في مصر، ده اللي كنا بندور عليه من زمان. الله عليك، الراس الكبيره اللي احنا بندور عليه بقالنا فتره، اللي انا بقول لك عليه يا باشا. اسمه ايه بقى يا باشا بعد اذنك؟ مش هتصدق يا حسام لما اقول لك. ليه الموضوع صعب قوي كده؟ ايوه الدرجه دي. طب بعد اذنك يا باشا قول لي اسمه، لان ده بتاعي انا، عايزه هجيبه النهارده بكره بكتير. هقول لك يا حسام. يا مسهل الحال يا رب، استنى على الشقه بالله. ده انا مش بس زعلان، ده انا مقهورة على روحي. انا مش فاهمه الراجل دي صاحبه عمري ولا حسره عمري. ده انا مفيش حلم حلمته الا ما هي اللي كانت بتحققه. مفيش حاجه في الدنيا كنت بتمناها الا لو كانت تاخدها مني. انا حاسه ان هي اللي كانت صاحبتي، بس انا عمري في حياتي ما كنت صاحبتها. ياه، انا حاسه ان هي اللي كانت صاحبتي لكن انا عمري ما كنت صاحبتها. جمله صعبه قوي قوي يا حسنى، انت كده يا بنتي قاسيه جدا في الحكم عليها. قاسيه بعد كل اللي قلته لحضرتك؟ يمكن يا بنتي صدفه وهي ولد ريانه. يعني ايه؟ يعني انت قلت لها واجهتيها؟ ايوه قلت لها واجهتها، ولسه مواجهها قريب. ها وقالت لك ايه؟ قالت لي هعمل نفسي ولا كاني سمعت حاجه. اهو لانها اتصدمت، هي ولد ريانه. صدمت، واضح انها اتصدمت، عشان كده راحت اتخطبت لسيف. هي تعرف انك بتحبيه؟ راجيه عارفه وملاحظه كل حاجه، بس هي بتحب تستعبط. انت متاكده من الكلام اللي بتقوليه ده؟ متاكده جدا. يبقى بنتي ما اخذ بسيف الحياه فهو باطل. يعني ايه؟ يعني لازم تدافع عن حلمك بكل ما اوتيتي من قوه وعلى طريقه الغالب مستمر، فاهمه؟ أيوة سيف، تمام الحمد لله. أخبارك أنت إيه؟ أنا كويس. لا طبعا بحب، أنا بس حاسة إن إحنا تسرعنا شوية في موضوع الخطوبة ده، بيتهيألي إن إحنا محتاجين وقت أطول شوية. يا راجل افهميني، ما هم عملوا الخطوبة عشان أنت بتقولي ده. خلينا نعيش حياتنا بقى، إحنا بناش صغيرين. سلام. صباح الفل يا ست الكل. صباح النور يا ادريس. اتفضلي. ازيك يا سيف؟ الشياكه والجمال. ايوه ايوه، خدني في دوكه. كل ده عشان ما تقولش ان انت خطبت. خطبت ايه؟ لسه الموضوع مش بشكل رسمي يعني. ماشي، هعمل نفسي مصدقه. بقول لك ايه؟ لسه راجعه بتقولي احنا اتسرعنا. يا سلام، وهي تلاقي أحسن منك فيه. سيبك من ده كله، إيه اللي جايبها ده؟ أولاً بقى أنا لازم أشكرك على اللي عملته معايا أنا وريم. في إيه يا حسن؟ وأنت كل شوية تشكريني على الموضوع ده؟ أنا لو شكرتك العمر كله مش هقدر أوفيك حقك. ثانياً بقى يا سيدي، دي عمايل إيديا وحياة عيني. أيوة فيها إيه يعني؟ شم كده. دي كوارع دي ولا إيه؟ كوارع وممبار ولحمة راس. بس دام كوارع بخش تاني، اتفضلي. كوارع. ده احنا هنكروع دلوقتي.
بعدين يا زينب، معقول يعني أنا هفضل حط الألماس ده ودفنيه من غير أنا ما استنفع بيها لحد ما يجي صاحب النصيب يسرقه وياخده؟ لا، أنا لازم أتصرف. وبعدين خلاص ده البوليس سكت، موضوع هادي بقى فلة، أطلعه وأبيعه وأعيش بقى أنا، أجيب كل اللي في نفسي فيه. أيوة، بس هقول للولاد أنا جبت الفلوس منين؟ هقول لهم إيه؟ جبتيها منين يا زينب؟ جبتيها منين يا زينب؟ مفيش غير حل واحد، إن أنا أقول لهم الوقف اللي عندي اتحل وخدت فلوسه وبعته، هو ده الحل الوحيد، وأجيب حتة محامي كده بتلات تعريفة يشتغل لي في الحكاية دي. برافو عليكي، وأعيش وأطلع فوق وش الدنيا. حلاوتك يا زينب، الله، هو ده الحل الوحيد. ماما، ايه في ايه؟ مالك اتخضيتي كده ليه حبيبتي؟ انا اتخضيت حاجه؟ انت اللي بتخضي. بينما كنت سرحانه في حاجه مهمه. سرحانه في ايه؟ خير حاجه كده في المستقبل، نفسي كده افتح كافيه كبير قوي زي الكافيهات الجديده اللي مفتوحه دلوقتي. عايز تفتحي لنا كافيه؟ ايوه. على فكره انا مش ضد، بس انت جبتي الفلوس منين؟ إيه؟ لقيتي كنز ولا ايه؟ بنيله انت بتدوري على الفلوس والكنز وخلاص. كنز ايه وفلوس ايه اللي جبتها؟ انا لا جبت كنز ولا حاجه، بقول لك نفسي امل. هو انت متوتره ليه؟ هو في حاجه؟ انا لما بشوفك بتوتر. ماشي يا ستي، متشكره. بعدين هو انت مش طبيعيه كده ليه النهارده؟ انا اللي مش طبيعيه؟ انت اللي مش طبيعيه. انت لابسه كده ومتشيكه ورايحه على فين؟ نازله قابل حد من صحابي، بحاول ارجع البنك، بس عايزاه يجيب لي توصيه عشان ينقلوني فرع المعاد. ليه؟ لو انت ناويه تعيشي في مصر على طول، اختك هتتجوز يا حبيبتي وهتقول لنا مع السلامه. مع السلامه؟ ايه ده، هي مش هتسيب لنا الفيلا بعد ما تتجوز؟ جوزها هيجيب لها قصر مش فيلا، ده مليونير. لا، لو انت ناويه يا اختي وحاطه في دماغك انك هتعيشي هنا في الفيلا على طول، عايزه تستولي على الفيلا؟ انا مش عايزه استولي عليها، بس المفروض انها تسيبها لنا بعد ما تتجوز، بنتك طماعه قوي. ليه يا اختي؟ سيبها لك ليه؟ هو ورث؟ انت كده كده هترجعي لاسكندريه. نعم يا حبيبتي، انا مش راجعه اسكندريه تاني. بعدين بقول لك ايه، ما ترسيني كده قولي لي ايه اللي في دماغك. دماغي غر غر غر. يلا سلام، مش فاضيه لك. بس انا حاسس ان في جزء كتير في الموضوع ال... في حاجه؟ لا لا، طب قولي لي ايه؟ مش هقول لك. اتفشى مثلا؟ ده سر المهنه. اي خدمه تانيه سيفي؟ حبيبي يا ادريس، اشكرك جدا. اشكر المدام حسنى بقى، هي اللي عملت لنا الاكل بقى. ربنا يخليك يا ست الكل، بصراحة الأكل 100 100. ويخليك يا إدريس، يعني خلاص هبقى المساعدة بتاعتك؟ مساعدة مين؟ أنا اللي أشتغل معاكم مساعدة، أنتوا أستاذ الطبيب. ميرسي أوي أوي. ماشي، أي خدمة تاني؟ شكرا يا إدريس. أنت عارف إني كنت جعان أوي. بجد؟ طلبت من إدريس يعمل لنا الأكلة من بتاعتنا كده. لقيتك داخلة عليا باللي أنا محتاجه.